السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم دورة كريبس. إذن بعد أكسدة حمض بيروفيك ينتج عنه بطبيعة الحال عن أكسدة حمض بيروفيك تشكل أسيتيل كونزيم A. ده الأسيتيل كونزيم A سيدخل في سلسلة من التفاعلات تشكل لنا ما نسميه بدورة كريبس. أول مرحلة من دورة كريبس الأسيتيل كونزيم A سوف يتفاعل مع الأوكسالو أسيتات وهو عبارة عن مركب رباعي الكربون. كما سنلاحظ يتشكل لنا نتيجة لذلك مركب سداسي الكربون وهو السيترات. فعلا هذا المركب أي السيترات بطبيعة الحال سوف يخضع مباشرة بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي إزالة الكربون، الشيء الذي يسمح بتشكل جزيئات ثنائي أكسيد الكربون CO2، وبالتالي نحصل على مركب خماسي الكربون يتشكل من 5 ذرات للكربون. المرحلة الموالية إزالة الهيدروجين وتقبل بطبيعة الحال الإلكترونات والبروتونات من طرف جزيئة ناقلة للهيدروجين وهي NAD بلس، الشيء الذي سيسمح بتشكل بطبيعة الحال NADH الأولى. مباشرة بعد ذلك كما سنلاحظ دائما كان لدينا مركب خماسي الكربون، في هذه الحالة سيخضع مرة أخرى لإزالة الكربون والشيء الذي سوف يسمح بتشكل جزيئة ثانية للـ CO2 كما نلاحظ هنا بطبيعة الحال، وبالتالي نحصل على مركب رباعي الكربون. فعلا مرة أخرى إزالة الهيدروجين وتقبل بطبيعة الحال الإلكترونات والبروتونات من طرف جزيئة ناقلة للهيدروجين وهي NAD بلس، الشيء الذي سوف يسمح بتشكل بطبيعة الحال الجزيئة الثانية لـ NADH كما نلاحظ هنا. مباشرة بعد ذلك نلاحظ تشكل جزيئات ATP، ولكن في هذه الحالة كما ربما سيتبين لنا كيف تتم هذه العملية، أي عملية تشكل جزيئات ATP أو تكون جزيئات ATP. في هذه الحالة مركب GDP سوف يكتسب مجموعة فوسفاتية، الشيء الذي سيسمح بتشكل مركب يسمى GTP Group 3 فوسفات أي ثلاثي الفوسفات. لكن هذا المركب سيمنح مباشرة المجموعة الفوسفاتية التي اكتسبها إلى جزيئات ADP أدينوزين ثنائي الفوسفات، الشيء الذي يسمح لنا بتشكل جزيئات ATP. فعلا إذا مركب GTP منح المجموعة الفوسفاتية التي اكتسبها إلى جزيئات ADP، الشيء الذي سمح بتشكل جزيئات ATP كما نلاحظ. بعد ذلك نلاحظ أن هناك عملية إزالة للهيدروجين، ولكن في هذه الحالة تقبل الإلكترونات والبروتونات سيتم من طرف جزيئة أخرى ناقلة للهيدروجين وهي FAD كما نلاحظ. فعلا سوف يتشكل نتيجة لذلك بطبيعة الحال FADH2، دائما لدينا مركب رباعي الكربون. والمرحلة ما قبل الأخيرة أو الأخيرة بطبيعة الحال هناك عملية إزالة الهيدروجين مرة أخرى، ولكن في هذه الحالة تقبل من طرفي NAD بلس، الشيء الذي سيسمح بتشكل بطبيعة الحال جزيئة ثالثة لـ NADH كما نلاحظ. ثم نعود إلى المرحلة نقطة الانطلاق بطبيعة الحال وهي الحصول على مركب رباعي الكربون وهو الأوكسالو أسيتات الذي سيتفاعل مرة أخرى مع جزيئة أسيتيل كونزيم جديدة. إذا الحصيلة الطاقية بالنسبة لجزيئة حمض بيروفيك واحدة، نتكلم هنا عن جزيئة حمض بيروفيك واحدة، لماذا؟ لأن ربما أشرنا إلى ذلك على أن انحلال الجليكوز سوف تنتج عنه جزيئتي حمض بيروفيك وليس جزيئة حمض بيروفيك واحدة. إذا الحصيلة الطاقية بالنسبة لجزيئة حمض بيروفيك واحدة هي جزيئة ATP واحدة، 3 جزيئات NADH، ثم جزيئة واحدة لـ FADH2. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.